السلام عليكم ومرحبا بكم في الوصفات ملكة. مرحبا بنشتد معنا، مرحبا بهم والف مرحبا. كنشكركم بزاف بزاف على الدعم ديالكم وعلى المشاركة ديالكم في القناة، كنشكركم جزيل الشكر. اليوم غنصوب لكم الحلوة ديال الشهدة، جد اقتصادية وسهلة وبدون جلوتين، جات اكثر من رائع في المذاق وفي المنظر. وغادي نشارك معكم كيفاش غادي نزينوها بالعجينة ديال الشوكولاتة ملونة، يعني واحد المنظر رائع جدا، المذاق لا يقاوم. هاد الحلوة هادي من الفوق مقرمشة ومن الداخل معلكة، يعني بالكوك بيضة واحدة فقط، يعني كما قلت لكم جد اقتصادية وسهلة ومهلة والمنظر رائع جدا. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. اللي كيهمكم الامر خليكم معي حتى الاخر ديال الفيديو باش تشوفوا الطريقة والمقادر وكيفاش غادي نزينوها. كنتمنى يعجبكم الفيديو ديال اليوم. الى عجبكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يسلكم كل ما هو الجيد من مطبخي. المقادير ديال الحلوة ديال الشهدة: 300 غرام ديال الدقيق، واحد المعلقة صغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة، واحد شوية ديال النكهة ديال المشماش، 100 غرام ديال الزيت ليسيور، 100 غرام ديال السكر، 150 غرام ديال الكوك ديجا حمرته في المقلة وطحنته مزيان وعاد عبرت منه 150 غرام، بيضة واحدة. خديت واحد القصرية درت فيها شوية ديال الملحة، غادي ندير بيضة وغندير السكر وغادي نخلطهم مزيان وعاد غنزيدو الزيت وغنزيدو الكوك. خلطت مزيان بيضة مع السكر وغادي نزيد الزيت، غادي نزيد الكوك كما قلت لكم ديجا حمرته في المقلة وطحنته مزيان، كيطلق لواحد الريحة لواحد المذاق من اللي كتحمروه في المقلة رائع جدا. خلطت مزيان الكوك مع هادوك المقادير، خديت المعلقة الصغيرة ديال الخميرة ديال الحلوة درتها مع الدقيق وبقيت كنزيد الدقيق بشوية بشوية، الخميرة ديال الحلوة مع الدقيق وبقيت كنزيدوه بشوية بشوية. ودابا غادي نزيدو النكهة ديال المشماش وغادي نعجن الخليط كامل حتى كتجمع ليا العجينة عادية. صافي جمعت العجينة ديالي، غادي نكور منها الكويرات كما كتشوفوا، غادي نستمر بحال هكا حتى كنكمل العجينة ديالي كاملة ونعود نطلقو باش غادي نرشموها بالمرشم ديال الشهدة. هذا هو يعني المرشم ديال الشهدة اللي خديته من كازابلانكا، اول مره غنستعملوه معاكم. صافي كناخذوه كنخشيه في الدقيق وعاد غادي نرشمو به الحلوه، حيت الا ما خشيناه في الدقيق الحلوه غادي تلصق لينا، ما غاديش تاخذ لينا الرشمه.
كناخذوا المرسم ديال الشهده كنديروه في الدقيق، وكناخذوا الكره ديال العجينه كنبركوا عليها بهذاك المرسم باش ياخذ لينا الرشمه ديال الشهده. كما كتشوفوا كنحيدوا العجينه من المرسم، صافي كنحصلوا على هذا الشكل هذا ديال الشهده. بلاطه درت فيها الورق ديال الزبده، درت فيها الحلوه ديالي، غنشعل الفران 160 درجه، كنخشيها في الفران لمده ديال 15 ديالي في الفران لمده ديال 15 دقيقه. الحلوه ديالي ديال الشهده ها هي واجده. خديت الشوكولاته ديال الحليب ذوبته في البماغي، غادي نزين به الحلوه ديالي. صافي كناخذ الحلوه ديالي كنغطسها في الشوكولاته غير شويه في الجنب. صافي كنحطها على لابابات المنيوم، غادي نستمر بحال هكا حتى كنزين الحلوه ديالي كامله بالشوكولاته، وغادي ندوزو وغنديروها في الثلاجه وغندوزو باش نديرو الوريضات ديال العجينه ديال الشوكولاته. خديت العجينه ديال الشوكولاته اللي ديجا حطيتها لكم على القناه. كناخذ هاد السطامبينو ديال سيليكون اللي كيدير هاد الشكل ديال الوريضات، كيعطي واحد المنظر رائع جدا. خديت العجينه بيضاء وزرقاء، كناخذ شويه ديال النشا كندهن بها المول ديال سيليكون، كنخشي فيه العجينه ديال الشوكولاته كما كتشوفوا، كنبرك عليه مزيان 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 مزيان، وعاد غادي نحيدوه باش نحصلوا على الوريضه. كنحيد ليه الجناب كاملا باش تجيني الوريضه مقاده كما كتشوفوا، ها الوريضه ديالي واجده. غادي نستمر بحال هكا حتى كنديروا هذا النوع ديال الوريضات. دائما كندهنوا سطامبينو دي سيليكوني بالنشا باش ما تلصقش لينا العجينه، وغادي نحصلوا على الوريضات مقادين وزوينين. الوريضات ديالي ها هما واجدين، خليتهم على الجنب. غادي نديرو الشكل اخر ديال الوريضات. خديت العجينه زرقاء ديال الشوكولاته وبيضه وغادي نجمعهم بهذه الطريقه هذه. غادي غير نخلط شويه العجينه بيضاء مع زرقاء باش تعطيني شويه اللوان. صافي كنزيد عليها شويه ديال النشا، ومن بعد غادي نطلقوها وعاد غنقطعوها بواحد القطعه على الشكل ديال الوريضات اللي غنزينوا بهم هاد الحلوه هذه. دوزت على العجينه المدلك وخديت هذا القطع هذا وكنقطعوا به العجينه ديالنا. خديت هاد جوج سطامبيني كنقطعوا بهم العجينه، واحده اميه واحد صغير بزاف، كيدير لينا الوريضات الصغيورين. من بعد غادي نخشيو وحده في وحده، وعاد غادي ناخذ الفانيل كنخشيوه في الوسط، كيعطي واحد المنظر للحلوه رائع جدا. دابا غادي تشوفوا كل شيء. الوريضات ديالنا ثلاثه ديال التشكيلات ديال الوريضات ديال الشوكولات، رائعين جدا، وكيعطي واحد المنظر للحلوه رائع جدا، واحد المذاق لا يقاوم من لهاد العجينه هذه. درتها غير بالشوكولاته بيض والجليكوز ديال الحليب والجليكوز والنشا، راه كاين الفيديو على القناه غادي تشوفوا الطريقه والمقادير. صافي خرجت الحلوه ديالي من الثلاجه، كنحط عليها شويه ديال العسل، كنحط الوريضه ديال الشوكولات، كنحط شويه ديال العسل من الوسط ديال الوريضه، كناخذ هذيك الوريضه الصغيره كنحطوها في الوسط، كناخذ واحد الفانيل كنخشيها في الوسط كما كتشوفوا كما موضح في الفيديو. ها انتم المنظر ديال الحلوه كيتبدل تماما. صافي كنستمر بحال هكا حتى كنزين الحلوه ديالي كامله. هذا الشكل الاول، كاين واحد الشكل اخر الثاني دابا غادي نشاركه معاكم. هذا الشكل الثاني اللي غنديرو، كناخذوا الحلوه ديالنا كندهنوها بشويه ديال العسل من الفوق كما كيبان لكم في الجهه اللي فيها الشوكولات. كناخذ هذيك الوريضه بيضاء كنحطوها، كناخذوا هذوك الوريضات الصغيورين كنحطوهم في الجنب، كنحطوا وحده في هذه الجهه والاخرى في هذيك الجهه كما موضح في الفيديو.
غادي ناخذوا الفانيل كنحطوه يعني في الوسط ديال الوريضات هانتوما يعني حتى هذا الشكل كيعطي الحلوى واحد المنظر رائع جدا. صافي كملت الحلوه ديالي، دابا غادي ناخذ الكويغطات ديال الدونطيل غادي نديرو فيها الحلوه ديالنا وعاد غنستفوها في اللاطه. خديت هاد الكويغطات ديال الدونطيل غنديرو فيهم الحلوه ديالنا. هاد الكويغطات كيعطيو واحد المنظر للحلوه رائع جدا. صافي كناخذ الدونطيل كندير فيها الحلوه ديالي وعاد كنحطوها في اللاطه. هانتوما كتشوفوا المنظر ديالها تبدل يعني تماما، واحد المنظر رائع جدا. هذه هي الحلوه ديالي ديال الشهده، يعني سهله ومهله وجد اقتصاديه، يعني بيضه وحده وهالمنظر ديالها يعني كتشوفوا واحد المنظر رائع جدا. تقدروا يعني تصوبوها في اي مناسبه ولا تصوبوها لوليداتكم يعني يفطروا بها في الصباح ولا يديوها للكوتي يعني في المدرسه. كنتمنى ان شاء الله تعجبكم الحلوه ديالي. دابا غنقطع لكم وحده باش تشوفوها من الداخل، يعني معلكه من الداخل ومن الفوق مقرمشه. نتوما كتشوفوا يعني الحلوه ديالي مقرمشه يعني من الفوق ومن الداخل معلكه. راه دابا غادي ناكلها باش تشوفوا. من تحت لصق فيها واحد الطرف ديال الشوكولات. صافي غادي ناكل وحده باش غادي تشوفوها من الداخل، يعني معلكه بهذاك الكوك اللي حمرناه وطحناه، عطى واحد المذاق رائع جدا لهاد الحلوه هذه وسهله واقتصاديه. راكم شفتوا يعني المقادير بيضه وحده، يعني ماشي شي حاجه. كنتمنى تعجبكم الحلوه ديالي وزيناها بهذيك العجينه ديال الشوكولات اللي حتى هي سهله ومهله بثلاثه ديال المكونات فقط. راه كاين الفيديو على القناه الا بغيتو تشوفوه. هذه هي الحلوه ديالنا ديال اليوم ديال الشهده، كنتمنى ان شاء الله تعجبكم. الا عجبتكم قبل ما تخرجوا من لاشين ديروا ليا لايك وبارطاجيو وديروا الجرس باش يصلكم كل ما هو الجديد من مطبخي. ما تنساوش تستناوني غدا ان شاء الله فيديو جديد. الى اللقاء.